ملحوظا في حي جبيلة، حيث تم نصف أكثر من 6 مباني واستعادة مدرسة البعاجين، واستطاعت دحر قوات النظام حتى إيصالها إلى صالة سومر والتي تعتبر بداية حي الجورة. طيب، أي أصبح الجيش الحر على مشارف حي الجورة من جهة حي الجبيلة. شكرا جزيلا لك جيهان الأحمد، مراسلة شبكة سوريا مباشر في دير الزور وريفها، كنت معي عبر سكايب. وفي التطورات الميدانية أيضا، قالت شبكة شام إن المدفعية الثقيلة قصفت أحياء برزي والقبون واليرموك وأحياء دمشق الجنوبية، كما دارت اشتباكات بين الجيش الحر وقوات النظام في محيط حي برزي. وأطال القصف المدفعي والصاروخي خان الشيخ ومعظمية الشام ودرية وحرستا في ريف العاصمة. وفي أحياء حمص المحاصرة، أفاد ناشطون عن تعرضها لقصف بالمدفعية الثقيلة، وتعرضت مدن الرستن والحولة في الريف الحمصي لقصف براجمات الصواريخ. وذكرت لجان التنسيق أن الجيش الحر سيطر على مقر حزب البعث في الحويقة بدير الزور كما كنا نتحدث، كما تدور اشتباكات عنيفة في محيط كتيبة الإشارة في مدينة نوى في محافظة درعا، وتعرضت درعا البلد لقصف مدفعي. أما محافظة اللاذقية فقصفت بالطيران الحربي وراجمات الصواريخ في منطقة مصيف سلمى وقراها أيضا، وتعرضت مدينة الطبقة إلى قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة ليخلف قتلى وجرحى ودمارا كبيرا في الأبنية. يعاني سكان قرية الشيخ نجار قرب مدينة حلب من انعدام الصرف الصحي، ما أثر سلبا على المحيط الذي يسكنه الأهالي، ويهدد بكارثة بيئية للقرية التي عانت التهميش في عهد الأسد، ويتمنى سكانها أن ينصفهم العهد الجديد للثورة. ليست مياها عذبة كما تبدو للعدسة، إنها المياه الآسنة تكاد تغرق شوارع قرية الشيخ نجار قرب مدينة حلب، قرية يقول أهلها إنها عانت التهميش في ظل حكم الأسد، وتطلب الشيخ نجار اليوم إنصافها في عهد الثورة، وأن يلتفت المجلس المحلي في حلب لمعاناتها. كل ما بنروح على البلدية بيجوا بصلحوا هيك شيء بسيط، تصليحات يعني بسيطة، بزقهم بالأكثر يعني على البيوت، بتطوف هالبيوت هاي، مشيلها السداجات، مطلع لفوق كلها يعني وسخ، هي كلها وسخ يعني شفتها هناك شلون. شبكات الصرف الصحي هنا شبه معدومة، وإن وجدت فهذا هو حالها، مياه ملوثة ومعها تلوث الهواء بروائح مزعجة مخلفة أمراضا لأهل القرية، وجل الإصابات من الأطفال. طبعا الصرف الصحي هو أحد العوامل المهمة كثير بأي مجتمع لانتشار الأمراض، فإذا كان الصرف الصحي غير معامل بطريقة جيدة ومخدم بطريقه جيده ايضا، ممكن يؤدي لانتشار كثير من الامراض. وحاليا نحن يعني نعاني منها كثير، بنلاقي كثير عن صرف صحي مكشوف. لا يختلف حال الشيخ نجار عن حال كثير من المناطق السوريه قبل وبعد النظام، وسقف مطالب هؤلاء العيش بكرامه، ويعولون كثيرا على العهد الجديد، علّه يحمل لهم فرجا بعد ان عانوا سنينا من وعود لم تاتي لهم الا بمزيد من التهميش. وفي حلب أيضا وفي قرية التيارة تحديدا، أفادت الهيئة العامة للثورة عن ارتكاب قوات النظام مجزرة راح ضحيتها 12 شخصا بينهم 3 سيدات، وذلك أثناء اقتحامها لهذه القرية. للمزيد حول ما حصل هناك أتابع من حلب عبر سكايب مع محمد نور مراسل شبكة شام الإخبارية في حلب وريفها. مرحبا بك معنا محمد، هل أطلعتنا على طبيعة ما جرى هناك؟ نعم، يعني بداية من هذه المجزرة المروعة التي حصلت جنوب قرية خناصر على طريق الإمداد الجديد التي على فتحته قوات النظام باتجاه معامل الدفاع. طبعا هذه القرية تبعد 20 كيلومتر فقط عن بلدة خناصر على طريق الإمداد كما ذكرت لك، حيث داهمت قوات النظام هذه البلدة الصغيرة جدا وقامت بقتل أكثر من 12 شخص من أهالي هذه البلدة، علما أن هذه البلدة ليس لها أي حراك في الثورة. طبعا هذه البلدة هي التيارة السخاني، عدد سكانها يبلغ 600 نسمة فقط، قامت بإعدام 12 شخص بالإضافة إلى حرق 30 منزل بعد سلبها ونهبها، بالإضافة إلى حرق جرار زراعي وقتل 30 رأس غنم، حتى يعني لم يفرقوا بين الإنسان والحيوان في هذه القرية. طبعا عموما هذه المجزرة هي سلسلة جرائم قوات النظام في مدينة حلب وخاصة في ريف حلب الجنوبي. أيضا حصلت اشتباكات بالقرب من معامل الدفاع من جهة السيرة، ترافق ذلك مع قصف عنيف من معامل الدفاع باتجاه بلدة السيرة.
ايضا في عموم الاشتباكات التي تجري في مدينه حلب وخاصه في محيط بلدتي نبل والزهراء، حصلت بالامس اشتباكات عنيفه جدا في قريه الزياره بعد ان قامت قوات النظام في محاوله للتقدم باتجاه بلده الزياره، ولكن قوات الجيش الحر كانت لهم بالمرصاد، حيث شهدت المنطقه قصف مدفعي عنيف من قبل قوات النظام، اكثر من 80 قذيفه مدفعيه سقطت في بلده ماير المجاوره، بالاضافه الى غارات جويه من قبل الطيران الحربي بالرشاشات الثقيله على كل من